بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلاة وسلاما عليك يا سيد الوفلاء يا خير الورى. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. آيات بينات يتلوها علينا قارئ العالم الأول وقارئ تحدي إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمتجدد دائما والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أبو. اليوم لدي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وما أبرئ نفسي وما إن ربي غفور رحيم وما إن ربي غفور رحيم
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. حفيظ عليم. إني حفيظ كذلك مكنا ليوسف في الأرض مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض Yeah.
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولما جهزهم بجهازهم
منهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولا تقربون
فلما
رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل فلما رجع يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون
فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ردت إلينا
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم صعد الظهور بنتا مغربا فسمعت اكلت التوحيد اهتز قلبها حماك الله يا خير قارين يا اعظم تنزيلا للنبي محمدا. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم في الجامعة الدول الإسلامية والمقيم بالقاهرة. وكلت عليكم الهندسة الصوتية والأضواء الكهربية وكبرى مخازن الفراشة والخيام المكيفة إدارة الحاج محمد عبد العزيز أولاده المقيمين بمركز مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية. خدمة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ إبراهيم الحربي بمركز مدينة بني عبيد. وقم بتصوير هذه الليلة عبر شاشات الإنترنت أستاذ عمرو صقر المقيم بمركز مدينة بدغم للفقيد الكريم الرحمة ولله الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا.